يقول الحق سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنه القرآن الكريم إخوة الإيمان والإسلام هو نور هداية، هو نور رحمة. هذا القرآن من تمسك به نجا وهدي إلى صراط مستقيم. يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استمسك به هدي إلى صراط مستقيم. هو عبد الله النبي ودستوره القويم. يقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لم تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً.